فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على البشر كالكرم مثلا؟ نعم، الله كريم والبشر يكون كريم، الله عليم والبشر يكون عليم. نعم، لكن مع الفرق بين الصفتين، مع الفرق بين الصفتين، صفة المخلوق خاصة به وصفة الله خاصة به. نعم، فضيلة الشيخ السمع والبصر، الله سميع بصير، والإنسان سميع بصير، الله له وجه يليق بجلاله، والبشر له وجه، فهذا يسمى المشترك، المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى، الفرق في المعنى. نعم.